يا وجودي على شوفة بحار جدة أظن تصفيها واجس عن تطرق الأول على التالي أثر المفارق عذاب النعنب جدة وأنا كما تايهن وسط الخلال خالي واخر حروفي سلامي يا بحار جدة والله والله ما غيرك برا حالي. فانا بالحمل والجمل في جدة النهار في السوق مع القوايل اذا شرينا يضبط يقطع لي لا بغيره ما نلقاه العسره يقطع لي لا صفه ما صفه كله من الراجعول اليه بالعز والذله عسى الله يقطع الحاجة وماشين بلا مشاو عسى الله يقطع لي كل من قاربه مله عسى الله غدينا بعمر ما لذة وطاب من المأكولات البحرية السمك القنبر السبير الجامبو الأصلي حتى الفلفل الرومي. مبسوط في جدة؟ مستانس؟ ولا مدخدخ من الأسواق لها الحين؟ قل بغى يقرصني ارفع صوتك لا يجيب النسيان. لا والله لا تنسوني الوقت هذا يا جماعة مفروض تقفون معي. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى انا ماني بالحالي. ادير اسرك كاملة. هذا وديه وهذا جيبه وهذا زعلانة اكاسر وقارب وجهات النظر بيني وبينه. ما باخذني جيتك ما بكل اسناب. وترى انا 3 ايام يعني. خلوني انا يوم قلتوا نسيناك اللقمة ترجع مع حقي. اذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تنسوني لان الراجح يقفل البنوك ثم ينسوني على كيفكم. المخ ولا الاعصاب ولا الاجهزه ولا الدماغ وبروتينات للجسم. السمك كله فوايد. اللي ما ياكل سمك ما هم عين خار. ما في فايده. اللي ما ياكل سمك ما حظه بطيب. السمك فيه ادخل جوجل يا حبيبي وانشده. قل فوايد السمك. شوف وش يعطيك. الخلايا